وراد بكري حاب يعطيني ترانزيسيون اللي بيشوفوه توا. لاعب الحاسم جدا ومهم جدا في تشكيله النادي الصفاقسي فخر الدين بن يوسف. هذا تقرير ثم نعود. فرحان وفخور بمردود فخري بن يوسف وكي الروح اللي لعب بها تعرف لعب في اثيوبيا ومن بعد مشى لاسبانيا لعب وكان عطى غزير في اسبانيا جاء اليوم عطى كبير برشا في الماتش اليوم. ان شاء الله يكمل هكا وان شاء الله الجروب الكل الفايده مصلحه الجروب ريزلتا ماشي ان شاء الله ربي معاه مالو له كل خير وان شاء الله السي اس اس ديما بخير ان شاء الله. واحد مادام موجود في التيران لازم يعاون اصحابي. بالنسبه يعني البونتو صحيح يعني من ماتش لليق حتى يعني نصطاد فيه الديفونسور ديجا يعني يلعبوا برشا كره يعني ريسكي ديما ياخذوا الريسك والحمد لله يعني ديماريت في الوقت الصحيح وهزيت الكره وسجلتها الحمد لله. ان شاء الله ديما هكا وان شاء الله واحد ديما ثقيل في القاعه مازال ما عمل شيء مازال واحد يعني برشا دي زوبجيكتيف قدام سواء مع سي اس اس يعني سواء بيرسونيل وهذا مادام موجود في جمعيه كبيره ان شاء الله ديما نفرح الناس الكل ونفرح يعني اصحابي ونكونوا ديما يد واحده مع بعض. انا بيرسونيلمون ما نحكي في حتى كونتاكت عندي يعني عباد اللي جاي بالحاجات هذيا وباللي زوفر وبالاتصالات. انا واحد من الناس كما قلت لك محترم الكونترا نتاعي ونعيش بروفيسيونيل مع جمعيتي كل نهار ونهار. فخر الدين بن يوسف ولا الروج كما حبي يسميه نبيل الكوكي نعرفش نبدا معاك كابتن. فخر الدين بن يوسف بريستاسيون كبيره برشا اهداف حاسمه تمريرات حاسمه يظهر لي اللاعب المهم جدا اهم لاعب في النادي الصفاقسي نعرفش كيف توفق. لا مش اهم لاعب من بين خاطر نادي الصفاقسي مجموعه فريق معناها ما نجيوش احنا كنادي كفريق كبير والمجموعه المتكامله والمتماسكه واللي وريت واللي مستوى كبير نجيو نخرجوا لاعب ونبنيوا عليه الفريق. لا هو يمكن عنده الحظ جاء في نادي الصفاقسي يحتمل كان جاء في فريق اخر يكون ما يبرزش كما برز في نادي الصفاقسي خاطر المواصفات نتاع اللاعب والمواصفات والمنظومه نتاع اللاعب تتماشى هي وحاجه اخرى معناها لازم زاد يجيو مدربين في حياته اللي كل مدرب معناها يطور لعبه من لعب وحتى امور بدنيه ذهنيه فنيه حتى اخلاقيه. باقي انا نتكلم على بونجيح بقى تقولوا معناها حان الوقت مش يخرج ولا حاجه كيما هكا قلت لي همس مش تدخل زي ما قبل نبيل ما نعرفش نشوفوا البونتو لول اللي كان فخر الدين بن يوسف. انت حكيت عليه بكري كيفاش عمل قراءه للعب كيفاش قص الكره تعليق لك انت يا نبيل. ولا شفنا هوني سويت بريسينغ وفخر الدين بن يوسف اذا كان ياخذ المترو معناها يعمل بالوني يولي سريع ياسر لانه عنده خطوه تبارك الله والحاجه اللي سجل, سجل بالساق اليسار هذا تريزا معناها حاجه مهمه اللي بالنسبه لي هو كما ضد الاهلي ما تبارك باليسار فوالا دونك وهذا مهم جدا نشوفه حتى في الهدف الثاني كيف زاد الهدف الثاني كان اكسلريسيون منه هو عطاه باس لصاحبه معناها وتم تسجيل الهدف الثاني. شفنا هنا فخر الدين اذا كان يلقى الاسباس ستان جوار تري تري تري, تري دونجورو هو هنا لونتيسيباسيون هو قرا في نوايا المنافس المدافع على الفريق الاخر معناها ظاهر باس معناها تليفوني ولو هذه باقي نقولوا حتى في المنين باقي نقولوا لهم بور ديفونسور راهو معناها جريمه معناها جريمه بين الفريقين سيتي باس لاتيرال البونتو الثاني هذا البونتو الثاني ما بون هذا بني شو توا فخر الدين بيتر باسور ان شاء الله نتمناه يقعد في العطاء هذا يقعد في الفورم هذا في الفورم هذا وان شاء الله هو يكون عنده صلابه معنويه باش نقولوها بصراحه باش ما يغلطش في روحه خاطر اتونسيون معناها الغرور اكبر عدو لكل لاعب
الغرور. معناه الانسان ان شاء الله نتمنى له معناه مستقبل زاهر وان شاء الله يتطور من مباراه لمباراه. قبل ما نطرح سؤال هل حان الوقت انه فخر الدين يغادر البطوله التونسيه، فتحي شنو اللي عند فخري مش عند بقيه الملاعبين اللي عندهم تقريبا نفس البوتنسيال وعندهم الامكانيات؟ لانه مميز جدا فخري على الاقل على مستوى لا كونتينيتي في التهديف وفي انه يفيد النادي الصفاقسي. والله بالنسبه للاستمراريه في التهديف راه فيها على المستوى الافريقي معناها، وهذا يوريك الملاعبي عنده درجه اعلى من ملاعبي اخرين معناها في المقابلات الكبيره. وبدا يظهر لي فخري ياخذ 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 مستوى معناها عالي جدا من النهائي نتاع مازيمبي، لانه النهائي نتاع مازيمبي حسمه هو من بين ملاعبيه الاخرين بطبيعه، ولكن كان حاسم في مقابله الذهاب وفي مقابله الاياب. فخري وقت اللي ترى تتفرج فيه وتشوف البنيه الجسمانيه نتاعو تقول هذا من الملاعبيه اللي يخدموا اللي المؤهلات نتاعو البدنيه، وترى التطور نتاعو تتفرج فيه تو عندك عام عام ونص تقول هذا من الملاعب اللي يخدم برشا في لونترينمون، يخدم ياسر في التمارين، لانه فما الملاعب اللي عنده الموهبه الفطريه ترى تعرف عنده التكنيك. هذا كله انا اللي حسب مانيش مدرب ولكن نفهم شويه في الكوره، وانه فخري هذيك كلها نتاع خدمه نتاع ملاعبي حاط في قلبه يخدم يخدم ربما اكثر من الملاعبيه الاخرين، لانه البنيه الجسمانيه نتاعو تفرض عليه وانه يخدم اكثر من الاخرين. والملاعب هذايا راه انا شخصيا بالمؤهلات نتاعو في البطوله الانجليزيه ينجم يعمل البطوله. المراد الريبونس هذا نبيل تعرفوا مليح فخر الدين شنو المميزات نتاع الملاعب هذا؟ المميزات نتاع فخر الدين اول حاجه ميزه هو كما قال الكابتن مونتالمون سي ان جوور اللي متربي برشا ويعرف فين يحب يمشي ويعرف كيف باش يخلط النقطه هذيك معناها يعرف طريقه يعرف ايروكيبي معناها لو جين دو في نتاعو برا اكسترا اوردينير. حتى العائله كابتن حتى العائله لانه نعرف الوالده نتاعو انا معناها على مستوى، وعلى ذلك جيت بكريكا باش نقول لك الانكادرومون نتاعو عنده انكادرومون سورتو فاميليال شيء معناها ما تخافش عليه معناها. ايوه كوتي كوره شنو اللي عنده؟ كوتي كوره ستانجور لعب معايا اول ماتش نتاعو ضد الاسبيرونس في 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 صفاقس، وكان عمل ماتش كبير ستانجور ساعه اللي تري رابيد بعد ما ياخذ وقتها كان يلعب اون بوانت معاك نبيل لا بون بوانت قبل ما وعمل مقابله كبيره. دونك من بعد تم معناها تحويل الجهه اليمنى ثم تو رجع اون بوانت رجع يسجل داير. دونك اللاعب هذا سي ان جوار بويسون سي ان جوار رابيد سي ان جوار جينيرو في ليفور كما قال فتحي يسو دون افون في التيران، وسي ان جوار دو دوفوار. وقت اللي تقول له باش تلعب على اليمين وراه باغ اكزومبل في لا ريكوبيراسيون باش ترجع على الجوش نتاعك ولا باش تدخل استيران سي ان جوار معناها تكتيكمون اللي تري ميور، وهذا يحسب معناها الملاعب اذا كان يحب يمشي لبرا. ونورمالمون ان شاء الله يجي الوقت مازال ينجم ياخذ ويتطور باش يخرج لبرا. مراد فتحي قال البطوله الانجليزيه قبل ما نشوف وين البطوله حسب رايك اللي تمشي معها اكثر. فخر الدين بن يوسف يعني بالنسبة لك حان الوقت انه يغادر تونس، هل اصبح اسرع من البطولة التونسية فخر الدين بن يوسف؟ بالنسبة لي احسن لاعب في البطولة التونسية اليوم، احسن لاعب تونسي نعتبره، نجم تحطه على نفس المستوى مع ايمن عبد النور، لكن ايمن عبد النور البريود الاخرانية تضرب وما لعبش. انا الراب باش اعمل مقارنة وما يتغشوش مني طبعا الناس اللي باش نسميهم، زوز احسن ملاعبية في تونس 2013 خلي يقولوا من 2012 و2014 صابر خليفة وفخر الدين بن يوسف. النجاح نتاعهم كما قال فتحي ونوافقوا 100% في كلامه، نجاح نتاع ناس خدامة، لانه انا نعترف كنا نحكيوا فيها في الكواليس ونقولها من دون اي مشكل. اول ماتش لعب فخر الدين ما تفرجت فيه صراحه ما كنتش نتصوره ياخذ المستوى هذا، نقولها بكل صراحه. نفس الشيء قلته على صابر خليفه، نذكره كان يلعب في حملنف، عمري ما كنت نتصور انه نهار غلطت برشا مرات. لا نستعرف غلطي برشا، تنجم تقول ما يفهمش كوره ما يسالش خليته. لا نستعرف علاش وصلوا، خاطرهم خدامه، على خاطر صابر خليفه كما فخر الدين بن يوسف عمرك ما تنجم تلوم عليه انه ما يخدمش في لونترينمون انه يجي مخ. على عكس مثلا باش نجم نوجع زوز ملاعبيه اللي عندهم الموهبه دراجي والمساكن. الموهبه نتاع الدراجي ومساكني اكثر من الموهبه نتاع فخر الدين بن يوسف، ولكن ويسامحوني على مستوى الخدمه كل يوم وكل اكل لوبسيسيون. الانسان اللي ينجح في الدنيا لازم يكون عنده هاجس، لازم يكون عنده هلواس، معناها بعد الماتش ما يخمم الا في الماتش اللي بعده، يخمم في الريكوبيراسيون، يحط روحه دي بالي. اليوم في النيفو هذا نحب بعد 6 اشهر نوصل للنيفو هذا، يظهر لي عنده كل الخصال. اي هل حان الوقت؟
حل الوقت في اخر سيزون اي اخر سيزون مش اي لا حل الوقت انا يظهر لي الي مير اليوم اوصل الى مرحله من النضج التكتيكي الفني لانه ينجم يلعب في 4 4 2 مع مهاجم وينجم يلعب كما لعبوا كرول مع السيليكسيون 4 2 3 1 يلعب كمهاجم ايمن ولو كوسط ميدان ايمن ولو في هذيك عنده بعض الصعوبات ولا هداف وهذا مهم جدا الراف الدوري الانجليزي ينجم ينجح لانه عنده لعب الراس نتذكر وقت دخل ماتش سونسو الكامرون دخل بدنيا كلاعب قوي باسور ماهوش من اللوع الملاعب بأبسيدي بالهدف معناه مش قلب هجوم كلاسيكي عنده كل خصال الكل وكما قال نبيل وهذا ما كنتش نعرفه أنه عنده انتوراج ماهوش من النوع اللي بشي بشي ينفخله كل يوم راك أحسن ملاعبي وفك عليك من خدمة دونك عنده كل خصال نقوله تبارك الله أول حاجة مش ما نخلوش بالنفس تبارك الله عليك كابتن قلت كلمة مهمة بكري إن نحكي ونحضر مع كل احترامي راهو اللي مسكني والدراجي مش ما كونوش غالتين راهو ميلوم قلت أنت ديجا قلت ليه ميلوم كان الحبيب راه خاطر ما نحبه ولا نكره والدراجي والمسكني سيدي تالون كبار ياسر كابتن احنا نحكي ونحن الوقت في الكواليس فما شطر ثاني مكمل الجملة هذه العروض لازم هكا ولا لازم احنا باقي نقولوا كاين احنا نحكموا معناها في يصير لاعب يزمو يمشي الغادي يزمو يمشي الغادي نحدوا له هذه هي عقلية معنى المجتمع خلينا نقوله بصراحة معنى باقي الأب هو الذي يحدد فهمتني مصير الوليد يزم تكون أفوكا يزم تكون كذا يزم تلعب في الإنجليزية يزم تلعب إن شاء الله يلعب في أوروبا أعطينا بركة إنجليزية هولندية على مالتية على تحب أنت أعطينا يمشي ساعة أوروبا أولا ثانيا الدراجي يمسكني إنهم قالوا من بروفيل كما الوليد الأخرين في فنيات وذي انترافاير مش كيف كيف ما هو مش المهم ريجيستر ما نجموش نقارنه معناه المساكني والدراجي معناه كل واحد كل واحد في ريجيستر انتاعه وذا كو علش هي الكرة بيه معناه الناس كل تكمل الناس كل حاجة أخرى عقلية خالد شوي معناه المساكني كنا نستناو منه أنه الفرنشي أمبالي إلا با فرنشي بتتر المساكني معناه شو جاه كل شيء فيسع فيسع على كل شيء فيسع فيسع انت ترانسفير خيالي فيريك معناها شو تبقى الاحاطه نتاع الوليد فخر الدين باهي خاطر كل شيء سديبون من المحيط انت والمحيط نتاعك ثانيا فخر الدين بن يوسف اون ديبون دي زوتر يل ديبون دو كريس فاكسيان من اللعب نتاعها من ساسي من دونك من ادريسا من كل فهمتني من معلول من الدنيا الكل دونك باقي ما يلزمناش نجبدوا احنا فخر الدين وننساو الفريق كريس فاكسيان لا الفريق هذا بالله اما يجبد تصبح يقلب طرح قلب اقرا صحيح جبت اسم فرجاني ساسي فرجاني ساسي لاعب بالنسبه لي انا استثنائي هو وطلوع سعود صاروخي هو متاع فخر الدين بن يوسف قال شويه من فخر الدين من شارل في مستوى اخر دون زانوت ريجيستر شارل خريني الوصف الثاني من السؤال معناها هل حان وقت مغادره فخر الدين من يحدد الزمان والمكان مش احنا وحتى هو زاد ليه فما طلب وعرض هل ترى فيه نوادي أوروبية قاعدة تهتم به نعم أم لا معناه فما نوادي أوروبية يتفرجوا قاعدين يتابعوا يتفرجوا خليه يتفرجوا خاطر يفو با لمبرتوربي تو معناه مش وقته خليه كما قال المدرب وقالوا الأولاد أنا ويعرفوه خير وكذا اللي الراجل معناه عارف وين ماشي خليه هو يحدد مصيره والمصير نتاعه مش يتحدد بالمانجير نتاعه مش يتحدد هذا بنادي الصفاقسي معناها من نادي صفاقسي يقول لك اخويا با بتاتر باش يخليه عندهم ايشيونس نادي صفاقسي يخليه ولا يقول لك ما هو الثمره ثمره يلزم تطيب ما تاكلهاش هي خضره ان شاء الله ما يطلبش برشا فلوس رئيس نادي صفاقسي لانه كان خذا وعد هنايا انه باش يخلي فخر الدين يمشي في الوقت المناسب انا نعرف انه فما اهتمام من انديه فرنسيه هو لطفي عبد الناظر قال انه فما عرض حكى اجاكس امستردام وفيا ريال معناها ما يكون كيف معرض رسمي من الخليج هذا من قطر برشا انا نعتبر انه فخر الدين بن يوسف عنده الامكانيات انه يمشي لاوروبا لانه تحب ولا تكره الملاعب يتحسن في اوروبا ما يتحسنش في حتى مكان اخر بالتالي ان شاء الله ما يكونش النادي الصفاقسي يعني يحب فلوس اكثر من لازم قيمه حسب رايي ملاعب كيما فخر الدين بن يوسف تقريبا ما بين 2 و3 مليون يورو
فما أندية اليوم تنجم تحط زوز ملايين يورو، زوز ملايين يورو معناها تجي تقريبا فوق الأربعة مليار دوت ونص. إن شاء الله نادي الصفاقسي ما يكلمش أكثر من لا لا ما عندي حتى عليك أنا أقول لك هذا هو معناها متقارن مثلا قداش حتى الجمعيات في صابر خليفة وقت نقل صابر خليفة من إيفيون لمارسي 5 ملايين، عبد النور كي شبته تولوز من ليتوال قداش دفعت. السوق اليوم فما أزمة في بعض الفرق، وهو ملاعب مش يلعب كوب دي موند ما نساوش، ما لعبش تشامبيونز ليج، معناها السوق نتاعو هذاك تقريبا. عبد النور اخذته تولوز 500,000 يورو، معناها فما استثمار في اللاعب. تو شو قداش تولوز ربحت فيه، دونك يحتمل بون احنا نتمناو له ان شاء الله يخرج اوروبا وان شاء الله يتالق وان شاء الله يعطي الاضافه للمنتخب، وهذاك هو شو نتمناو له، معناها نتمناو له حظ سعيد في مسيرته الكرويه، وحاجه باهيه اللي كما قالوا الاولاد فما احاطه عائليه باهيه، والولد يمكن راسه مازال بين اكتاف ديما ساقي في القاع ويعرف روحه في لا هو الراس الساقين مش مشكل هي المشكلة هنا المشكلة هنا نحن الكلمة ذيك تقال ديما ساقي مشكل فوغاردي اللي في سورتير هذه ديما نقولوها. ثم لاعب آخر كابتن اللي هو شلوف غازي شلوف، معناها التو اللي تمكن وذي مشكلة صغيرة التو اللي تمكن وانه باش يقتلع مكان كأساسي، لانه شفناه حتى الرياكسيون نتاعو كانت رياكسيون شوية كان تاع تنخصوا الوقت آخر. النجم الساحلي نادي الصفاقسي جمعتهم ولا جمعهم ترشح الأدوار القادمة في المسابقات الإفريقية، لكن جمعهم تيلة شهر ولا أكثر شوية قضية اسمها ديدي إبراهيم دونك أخيرا.